طيب، اللقاء الماضي احنا وصلنا لجزئية انه احنا كيف ننشئ فورم ونستقبل البيانات اللي تم ارسالها من خلال الفورم بطريقة البوست داخل الكنترولر، تحديدا في الستور ميثود. واستخدمنا طبعا او شفنا كيف ممكن من خلال الموديل الخاص بالكاتيجوري ننشئ ريكورد جديد في الداتابيز، يعني نعمل انسيرت لهذه البيانات اللي وصلتني داخل جدول الكاتيجوريز من خلال الموديل والميثود تبعت السيف، بعد ما حددنا القيم اللي حيتم تخزينها داخل الحقول من خلال اسماء البروبابيلتيز للموديل، وحكينا اسماء البروبابيلتيز هذه تمثل اسماء الحقول في الفورم، عفوا في التابل نفسه في الداتابيز. احنا اليوم هنكمل في نفس المثال، هنشوف العمليات الثانية. احنا شفنا عملية الكرييت، عملية الريد، الآن طلع علينا من جزئية الكرود هي الابديت والديليت. فهنبدأ في جزئية الابديت. طبعا الابديت محتاج برضو معناته يكون عندنا فورم، هذا الفورم هنعرض فيه البيانات الحالية للريكورد مع إمكانية التعديل عليها، وبعد هيك لما اليوزر يعمل سبميت هنعمل تعديل على هذه البيانات. فخلينا أول خطوة نشغل سيرف artisan سيرف، طبعا الخطوة اللي بعد هيك أقول أكيد إن أنا محتاج أنشئ routes لعملية الأبديت. طبعا احنا نعرف عملية الأبديت هي عبارة عن تو ستيب. الستيب الاول انا بعرض البيانات الحاليه اللي مخزنه، والستيب الثانيه انه اليوزر بيعمل موديفيكيشن على هذه البيانات وبيعمل طبعا سبميت، وبالتالي بيجي دور اني اعمل سيف. فعشان كان في عمليه محتاج تو راوتس، الراوت الاول عشان اعرض البيانات الحاليه داخل فورم، والراوت الثاني عشان انفذ عمليه الابديت. اي عملية عرض لبيانات دائما نستخدم الراوت بطريقة الجيت. خلينا نعرف admin slash categories. تمام، احنا في العادة برضو بكون محتاجين نعرف انا لمين بدي اعمل update لاي موديل بالضبط، لانه احنا بنعرف في الداتابيز. خليني مثلا اشغل هنا الان local host admin categories. تمام، لأنه في الداتابيز أنا في عندي مجموعة من الريكوردز، فأنا بدي أعرف تحديدا لأي ريكورد أنا بدي أعمل أبديت. فإحنا هنتعامل من خلال البرايمري كي تبعه، لأنه مش هيتكرر، أنا من البرايمري كي بعرف مين الريكورد اللي أنا بدي أعمل له إيديت. فعشان هيك أنا لما بدي أتوجه لصفحة الفورم اللي هي تقريبا صفحة شبيهة بصفحة الكرييت، ولكن هيكون أنا عندي هنا الحق المعبأ مسبقا بالبيانات اللي موجودة في الداتابيز، فأنا محتاج أبعت في الرابط معلومة توضح لي أنا لمين بدي أعمل إيديت. إحنا هنحتاج نبعث هنا الاي دي تبع الكاتيجوري، فعشان هيك أنا بعد ما أعمل كده ممكن أحط هنا بارامتر يمثل الاي دي. وإحنا شفنا كيف إنه إحنا البارامترز هذه ممكن نتعامل معها من خلال الراوت. هنحدد الكنترولر طبعا والميثود، فاحنا هنستخدم نفس الكاتيجوري كنترولر، هعمل هنا ميثود هسميها edit. هفترض انه انا هروح على الميثود اسمها edit. هذا الراوت الاول اللي وظيفته فقط انه يعرض لي form، تمام، بيحتوي على البيانات اللي انا بدي اعمل لها edit. الفورم الثاني او الاكشن الثاني اللي حنمثله من خلال الراوت هو عملية الابديت نفسها اللي بتصير. احنا بما هنشتغل على المبدأ المتعارف عليه في نظام الريكوست انه عمليات الابديت الراوت او الريكوست يفضل يكون بطريقة البوت. الان لو عملناه بوست مش هيفرق، مش هيأثر كتير، لكن علشان نتعرف نوع جديد من انواع الريكوست اللي هو اسمه البوت، وفي نفس الوقت هذا المتعرف عليه انه اي ريكوست بده يعمل موديفيكيشن على الداتا، فهذا الريكوست الستاندرد انه ينبعث بطريقه البوت مش بطريقه البوست ولا بطريقه الجيت. الان الراوت هذا ممكن يكون شكله
زي هيك. يعني انا ممكن استخدم نفس الرو عشان برضو بدي اكون عارف مين الكاتيجوري انا بعمل عليه الابديت، فلازم اكون باعت الاي دي في الراوت. طبعا هنحدد الاكشن وهنغير الاسم من edit، او هفترض مثلا دي ميثود هيكون اسمها update. طبعا هنا لقيتوا الراوت الاول والثاني شبه بعض، لكن الميثود بتختلف، وبالتالي فيش عندي هنا مشكله، وعفريا ما عندي تكرار في موضوع الراوت. جهزنا الراوت، بدنا نجهز الميثود اللي في الكنترولرز اللي هي edit والابديت. هننزل تحت public function edit اول ميثود. طبعا زي ما حكينا، بما انه الراوت بيستقبل بارامتر او بيحتوي على بارامتر، فهذا البارامتر حيتم تمريره للميثود كارجيومنت، عشان هيك حيكون عندي هنا ارجيومنت اسمه id. هذا الارجيومنت يمثل الاي دي تبع الكاتيجوري اللي انا بدي اعمل له edit، وبالتالي انا محتاج احصل على المعلومات تبعته او استعلم عنه من الداتابيز. فهنستخدم الموديل الخاص بالكاتيجوري للوصول للاي دي او للوصول للبيانات الخاصه بهذا الاي دي. عشان هيك عندنا على مستوى الموديل كاتيجوري في عندي ميثود اسمها find، وبعطيها قيمه الاي دي. فهذا الميثود حترجع لي object من الموديل او من البيانات اللي خاصه اللي تابعه لهذا الاي دي. طبعا اذا كان الاي دي موجود فعليا في الداتابيس فحيرجع لي object، اذا كانت البيانات مش موجوده فمش حيرجع لي حاجه، حيرجع لي null. عشان نشوف الجزئيه هذه، فلو انا عملت هنا dd هي عباره عن debugging function، بعطيها اسم الفاريبل وبتعطيني معلومات عنه. فاحنا عشان بس نوضح الان شو اللي حنشوفه، لو رجعنا على ملف الاندكس ريفيو اللي احنا بنعرض فيه بيانات الكاتيجوريز، بدي اعمل انا لينك على اسم الكاتيجوري بحيث لما اضغط عليه يوديني على صفحه الايديت الخاصه فيه، او انا ممكن اكون عامل تي دي جديده احط فيها العمليات. نعملها كتي دي جديده. بدي اعمل انا هنا زر للايديت، فطبعا هذا الزر عباره عن رابط، فانا ممكن احكي له الاتشرف هياخد الراوت الخاص بالإديت اللي احنا قبل شوية انشأناه. شكل الراوت الخاص بالإديت هو هذا. طبعا الاي دي هنا حيكون مش هنسيبه زي هيك، لانه زي هيك هو فعليا انا باعت مش باعت قيمة للاي دي، فانا هنستبدله مثلا كاتيجوري رقم واحد، كاتيجوري رقم اثنين، كاتيجوري ثلاثة وهكذا. فالقيمة هذه فعليا هي قيمة متغيرة، أنا بقدر أحصل عليها من المتغير اللي هو كاتيجوري اي دي. أنا في المنطقة هذه اللي كان فيها البارامتر اي دي هستبدلها بالقيمة بتاعت الكاتيجوري اي دي اللي أنا بدي أطبعها بالشكل هذا. لو نعمل شوية تنسيق لهذا اللينك، فممكن أعطي له كلاس بوتون سمول button dash outline مثلا success. لو شفنا الآن شكل الصفحة الرئيسية، صار في عندي هنا زر للإيديت. هذا الزر لو أنا ضغطت عليه هتلاحظوا راح على الراوت admin categories، وهنا استبدل البارامتر ID بواحد، وهذه معلومات الاتريبيوت او الكاتيجوري واحد رجع لي موديل او رجع لي اوبجكت من نوع موديل كاتيجوري. وفي الاتريبيوت هي البيانات الخاصه بهذا الموديل، هاي الاي دي وهاي النيم والسلاج وباقي التفاصيل. لو ضغطنا على اي كاتيجوري ثاني هيعطيني نفس الموديل. الان شو حيصير لو انا بعتت في الرابط فوق اي دي لكاتيجوري مش موجود؟ لو انا افترضت انه ححط هنا بدل 500، واحنا ما في عندنا في الداتابيز اي كاتيجوري له اي دي قيمته 100، لما اضغط زي هيك هلاحظ انه حيرجع لي في الحاله هذه نال. فالفايند الميثود الخاصه بالفايند بتحاول تجيب البيانات الخاصه بالكاتيجوريز اللي حسب الاي دي اللي انا مررته لها،
فإذا كان في matching حيرجع لي model أو object، إذا ما في أي match حيرجع لي null. وبالتالي أنا عشان أتجنب أي أخطاء لازم أفحص هل الكاتيجوري اللي رجع اللي عندي هان هل هو موجود أو مش موجود. هذه النقطة الأولى. الشغلة الثانية، شو عملت الفايند؟ جملة الفايند هي عملت جملة استعلام شكلها زي كده في الـ SQL select all from categories، واستخدمت حقل الـ ID في الشرط where الحقل تبع الـ ID يساوي قيمة الـ ID variable اللي وصلني. طبعا لانه الاي دي عباره عن قيمه فريده فهيرجع لي دائما عنصر واحد على الاقل او مش هيرجع لي اي عنصر. طبعا كيف ليش تم اختيار حقل الاي دي؟ لانه احنا على مستوى الموديل حددنا شو البرايمري كي تبعنا، وحكينا انه البرايمري كي هو حقل اسمه اي دي، فالفايند هتستخدم هذا الحقل في عمليه الاستعلام. اذا انا شو بقى هكون محدد اسم البرايمري كي، سواء باي ديفولت اللارافيل محدده دائما الاي دي او انا حددته بشكل صريح، فالفايند دائما هتستخدم الحقل هذا عشان تقارنه مع القيمه اللي انا بمررها لها. تمام. اذا احنا الان جبنا الموديل، فيفترض ان نعمل ملف فيو شبيه بملف الكرييت اللي عملناه، ولكن هيكون بيحتوي على بيانات مسبقة، فعشان هيك هنعمل هنا return لملف view. وزي ما استخدمنا نفس الـ structure هيكون أنا عندي جوا مجلد الـ admin، بعد هيك مجلد الـ categories، بعد هيك هفترض إنه في عندي ملف اسمه edit. هذا الملف اللي هيكون بيحتوي على الـ form، والـ form محتاج يعرض بداخله معلومات الـ category الحالي، عشان هيك أنا حمرر الـ object تبع الـ category هذا لملف الـ view. بالشكل هذا. في شغله بدنا نعملها كمان، انه انا احنا مثلا من ضمن البيانات الخاصه بالكاتيجوري بدنا نحدد مين هو البيرنت تبع الكاتيجوري. يعني انا يفترض في الفورم تبع الكرييت هنا اكون احدد لما ينشئ كاتيجوري شو الاسم تبع الكاتيجوري وتابع لاي بيرنت. فبدنا نضيف حقل البيرنت على مستوى اللي كرييت، وبعدك هنرجع نضيفه كمان في حق في الايديت. فبدنا نرجع خطوه لورا، نروح على الكرييت بليد ملف الفيو الخاص بالكرييت، بدنا نضيف حقل لجزئيه البيرنت. طبعا البيرنت هو عباره عن هيختار كاتيجوري من الموجودين، عشان هيك مش هسمح له يدخل القيمة تاعت البيرند بإيده، لا هخليه يختار من قائمة موجودة. فعشان هيك هنستخدم الـ select input، هيكون عندي حقل من نوع select. طبعا هيكون اسم الحقل هنا parent id، هنستخدم نفس التسميات اللي في الـ database. الليبل هنا هيكون اسمها parent. احنا اتفقنا، طبعا هي الـ close تبع الـ select. السلكت بتحتوي على مجموعة من الاوبشن تاج اللي هو هيعرض اللي هي فعليا هتستخدم لعرض الليست داخل السلكت هذه. انا حول اوبشن هعتبره فاضي اللي هو بيمثل نو بيرنت، انه هذا الكاتيجوري ملوش اب. واحنا اتفقنا انه في كاتيجوريز هتكون رئيسية ما بتتبع لاي كاتيجوري تاني، عشان هيك انا عملت هنا اوبشن فاضي ملوش اي اب. بعد هيك انا بدي اعرض مجموعة من الاوبشنز اللي هتكون عبارة عن الكاتيجوريز الحاليا موجودة عندي في الداتابيز. يعني انا الان بدي اعرض الكاتيجوريز الموجودة عندي في الداتابيز، وبالتالي انا هفترض انه هيكون في عندي متغير اسمه parents بيحتوي على كل الكاتيجوريز الحالية. ممكن نسميه كاتيجوريز، ممكن نسميه parent categories، اي اسم بنختاره لهذا المتغير. خلينا نسميه parent categories مثلا as parent على سبيل المثال. الآن الفكرة هان أنا بدي أفترض إنه parent categories هي عبارة عن array of categories model، وبالتالي ال variable هذا هيكون عبارة عن model من نوع category. ال value هنا هنحط بداخلها ال parent id، قيمة ال id لهذا الكاتيجوري، وداخل المنطقة هذه المحصورة بين ال option وال close تبعها هنعرض الاسم تبع الكاتيجوري. وهنا هنعمل end for each.
لأن لو جيت أنفذ الأوارد صفحة الكرييت أعمل ريفرش يعطاني على طول خطأ إنه undefined variable parent categories، بحكي لي هذا الفاريبل أنت مستخدمه في ملف الفيو ولكن مش معرف أو مش مرسله، فإحنا حنروح نرسل من خلال الكنترولر هذا الفاريبل. حنرجع لجزئية الكرييت هنا، حاجة أحكي له إنه البيرنت كاتيجوريز هو عبارة عن كل الكاتيجوريز الحالية الموجودة عندي، عشان هيك حنحكي له هنا كاتيجوري all اللي استخدمناها في الإندكس. هذا الفاريبل حنروح نمرره الآن لملف الفيو، عملنا ريفرش. لأن صار في أثناء وأنا بنشئ في أي كاتيجوري بالإضافة للإسم ممكن أختار كاتيجوري من الموجودين انه هذا يكون تابع له، وبالتالي عند الستور احنا كنا نحدد قيمة البيرنت هنا في التخزين في الكريت، كنا نخزن قيمة البيرنت اي دي نار. الان لا، بامكاني استقبل القيمة تبعت البيرنت من ريكوست، عشان هيك هنشيل النار ونستبدلها بريكوست. وطبعا بطريقة البوست هقول له هات لي الحقل قيمة الحقل اللي اسمه parent underscore id. الآن في شاشة الإديت أو في الفيو تبع الإديت، إحنا شكل الفيو تبع الإديت هو شبيه جدا بالفيو تبع الكريت، عشان هيك لو أنا أخذت كوبي منه من الفيو تبع الكريت ورحت عملت هنا نيو فايل سميته إديت دوت بليد دوت بي اتش بي، الآن اللي أنا محتاجه انه انا اول خطوة التايتل هنغيره من create category ل edit category. الاكشن تبع الفورم هيكون admin categories slash ال id تبع الكاتيجوري انا بعمل له update، لانه احنا عملنا route هنا بطريقة البوت وهي شكله عبارة عن admin categories id، فانا لازم امرر في الحقل او في الاكشن ال id تبع الكاتيجوري. احنا في الكنترولر في شاشة الايديت او في الاكشن تبع الايديت في الاكشن تبع الايديت احنا في عنا اوريدي كاتيجوري احنا ارسلناه، وبالتالي ممكن اخذ الاي دي من الكاتيجوري موديل او اوبجكت اللي وصلني، عشان هيك ممكن اطبع هنا الكاتيجوري فاريبل انا مرسله كاتيجوري اي دي. الان احنا حكينا الراوت معمول بطريقة البوت، بالتالي هل أنا بدي أستبدل الميثود في الفورم من بوست لبوت؟ خلينا نجرب ونشوف هل يمكن أن أعمل الخطوة هذه أو لا. الآن اللي بيختلف ما بين الفورم تبع الإديت عن الفورم تبع الكرييت إنه فورم الإديت هيكون معبأ مسبقا بالقيم اللي مخزنة في الحقل هذا، عشان هيك أنا مثلا في حقل النيم او خلينا نشوف ايش حيصير في الايديت بالاول. الان صار عندي هنا لما اروح ايديت على مثلا اول كاتيجوري اللايت بينك، اوكي بدنا نشيل بس قصة الدي دي اللي عاملينها احنا في الكنترولر. الان صرنا نعمل ريتيل لملف فيو بالشكل هذا. طبعا برضو في عندي قصة انه انا برضو في ملف الايديت مستخدم الفاريبل تبع البيرنت كاتيجوريز، فنفس المبدأ معناته انا ممكن ابعت نفس الفاريبل هذا اللي انا استخدمته في الكرييت في شاشة الايديت. تمام، ولكن الان كاتيجوري اول شو بتعمل؟ بترجع كل الكاتيجوريز ومن ضمن هالكاتيجوري الحالي اللي انا بعمل له ايديت. طبعا من المنطق انه ما بينفع اخلي الكاتيجوري نفسه هو الكاتيجوري هو ابن لنفسه، تمام؟ فعشان هيك احنا هنغير هنا تغيير بسيط على جمله الجمله اللي بترجع لي البيرنت كاتيجوريز. بدل ما انا ارجع كل الكاتيجوريز بدي ارجع فقط الكاتيجوريز
كلها ما عدا الكاتيجوري الحالي. طبعا الكاتيجوري الحالي انا ممكن اعرف من خلال الاي دي هذا. فبالتالي هنا بدي احط جملة استعلام او جملة شرطية where، عندي اجيب كل كاتيجوريز where الاي دي للكاتيجوري لا يساوي الاي دي الحالي. فانا بدي اجيب كل الكاتيجوريز ما عدا الكاتيجوري الحالي. فهنا اختلاف شوية عن شاشة الكرييت. وطبعا هنا هنستبدل الاول بجيت وحنمرر البيرن كاتيجوريز لملف الفيو. اذا هنا صار بدل ما انا كنت ارجع كل الكاتيجوريز اعتبرها ممكن تكون بيرنت للكاتيجوري، في حال انا بعمل اديت لكاتيجوري معين بدي استثنيه من هذه القائمة، لانه ما بينفع الكاتيجوري يكون اب لنفسه. فلو جينا عملنا الان ريفرش، احنا حاليا في الكاتيجوري اللي اسمه لايت بينك. فهتلاحظوا في القائمة هنا مش ظاهر الكاتيجوري اللي اسمه لايت بينك. لو رحنا على الكاتيجوري رقم 2 اللي اسمه يلو جرين ورحنا نعمل اديت، هنلاحظ انه اليلو جرين اختفى من القائمة. فصرت انا استثني من قائمة البيرنت الكاتيجوري الحالي اللي انا موجود او بعمل له اديت. الان فكرة اللي حكينا عنها، الفكرة انه في الوضع الطبيعي في الإديت لازم على الأقل يكون عندي الاسم السابق موجود، بحيث أنا ممكن بعد هيك أعمل له إديت وأخزنه في الداتابيز. فلازم نظهر الاسم السابق. عشان نظهر الاسم داخل الحقل فإحنا محتاجين نطبعه داخل الـ Value Attribute. فأنا عشان أظهر قيمة جوا الحقل بظهرها داخل الـ Value Attribute. وطبعا قيمة الاسم الحالي للكاتيجوري موجودة داخل الكاتيجوري اوبجكت اللي احنا ارسلناه في حقل النيم. فلو جينا الان عملنا ريفرش، هيظهر عندي الاسم الحالي تبع هذا الكاتيجوري. طيب لو انا جيت عملت تعديل، هيك حط السبيس في الاسم، حطينا انه يتبع مثلا لكاتيجوري معين، وخلينا نشوف عملية السيف. يفترض انه في السيف يتم توجيه الريكوست لهذا الاكشن، لهذا الراوت بطريقة البوت. فيفترض انه حيروح على الاكشن اللي اسمه ابديت، احنا لسه ما انشأنا هنا، ولكن خلينا نشوف بالاول شو ممكن يصير معنا قبل ما ننشئ هذا الاكشن. الخطوة الاولى عملنا سيف. لاحظوا الراوت فوق ايش صار فيه. الراوت هنا كأنه أنا أرسلته، كأني أنا عملت سبميت للفورم بطريقة الجيت. عشان هيك هتلاحظوا إنه القيم أو الحقول اللي كانت في الفورم تم إرسالها في الكويري سترينج في الرابط. هذه هي قيمة التوكن الهيدن، وهي قيمة الحقل النيم يلو بلس جرين اللي هي البلس بتاعني سبيس، وبيرنت اي دي يساوي 3 اللي هو البيرنت اي دي اللي أنا اخترته اللي هو الأكوا. طيب يعني فعليا ما تمش ارسال هذا الريكوست بطريقه البوت. وطبعا ليش ظل ظاهر في صفحه الاديت؟ لانه هو اخذ الراوت تبع الاديت. فعليا لما يكون هذا الراوت تم طلبه بطريقه الجيت، فهو فعليا الراوت المسؤول عن صفحه الاديت. النقطه الاولى اللي بدنا نحكي عنها، ان اول شغله في الفورم، في الاتش تي ام ال فورم، انا في عندي فقط طريقتين، اما جيت وهذه هي تعتبر الديفولت، او بوست. وبالتالي لو انا كتبت اي قيمه جوا الميثود غير الجيت او البوست، اوتوماتيك الاتش تي ام ال هيتعامل معها لانها جيت ميثود. عشان هيك لما تو عملت سبميت وانا كنت حاطط جوا ميثود بوت، تم ارسال الريكوست بطريقه الجيت. فاحنا في الاتش تي ام ال في عندي طريقتين، اما بوست او جيت. طب رجعناها لبوست، خلينا نعمل ريفرش ونعمل سبميت والاكشن بطريقه البوست، شو حيصير؟ ظهرت عندي هذه الرسالة. The post method is not supported for this route. بحكي لي الراوت الحالي، انت لما عملت submit للفورم، الارسال هنا للفورم تم ارساله بطريقة البوست. فبيحكي لي انه هذا الراوت ما بيدعم طريقة البوست، بيدعم اما الجيت او الهيد او البوت.
هي الثلاث طرق. طبعا الهيد اجت تلقائيا مع الجيت، تمام، وهي البوت. طبعا ليش حط الجيت من ضمن البوت؟ لانه احنا فعليا شكل الراوت هذا احنا عارفينه ممكن يكون بطريقه الجيت، هاي شكل الراوت، يا اما بطريقه الجيت وبتشمل الهيد او بطريقه البوت. عشان هيك هو حكى لي انه انت الراوت لما ارسلته بطريقه البوست هذه الطريقه مش سبورتد، عشان هيك اعطاني هذه الرساله. طبعا في عندنا كحل انه انا ممكن احول هذا الراوت من بوت لبوست، بس انا فعليا مش معني، انا بدي اياه بوت عشان نوضح كيف انا ممكن احول الفور هذا من بوست لبوت. لان عشان احول الفور من بوست لبوت احنا بنعرف انه زي ما حكينا في الاتش تي ام ال، انا عندي طريقتين، يا اما جيت يا اما بوست فقط لا غير. عشان اجي احكي انه هذا الفورم ممكن ابعته بطريقه البوت، هنيجي لحاجه احنا بنسميها الفورم سبوفينج او الميثود سبوفينج، اللي هي انه انا بحاول اضيف حق المخفي. وظيفه الحق المخفي فهم السيرفر انه هذا الريكوست اتعامل معه كانه بوت، اتعامل مع هذا الريكوست كانه واصلك بطريقه البوت. عشان اضيف هذا الحقل هو بنكتب بالشكل، ممكن نستخدم الدايركتيف تبع الميثود، عندنا دايركتيف زي السي اس اف بس اسمه ميثود، وهذا الدايركتيف بعطي له الطريقه اللي انا بدي ابعت فيها الريكوست، فانا بقول له بدي ابعت الريكوست بطريقه البوت. الان شو بيعمل الدايركتيف هذا؟ حيروح يضيف لي حقل مخفي اسمه ميثود وبيحتوي على قيمه بوت. هذا الحقل المخفي مجرد ما يصل، مجرد ما يتم ارسال الريكوست، تمام، حيتم ارسال الريكوست والتعامل معه على انه مرسل بطريقه البوت. فلو رجعت انا على الفورم وعملنا ريفرش وجينا عملنا انسبكت عشان نفرجيكم بس شو الات ميثود عملت. الات ميثود هيها السطر هذا ضاف لي حقل مخفي underscore method والفاليو تبعته بوت. هذه الطريقه احنا بنسميها الميثود سبوفينج، وهذه اوتوماتيك هتحول لي الريكوست تبعي من طريقة البوست إلى طريقة البوت. فالآن لو عملت تعديل بسيط كده وعملنا سبميت، استقبل الريكوست بشكل صحيح، لكن طبعا الراوت تبعنا بدي يوجه الريكوست للابديت ميثود، وهذه الابديت ميثود مش معرفة زي ما حكينا. الآن الريكوست تم إرساله بطريقة صحيحة بطريقة البوت، واللارافيل عندي واللارافيل راوتر اتعرف عليه، ولكن لما تم توجيه الريكوست للميثود اللي اسمه ابديت، هذا الميثود مش معرفه داخل الكنترولر تبع الكاتيجوريز، عشان هيك الآن بدنا ننشئ الميثود الخاصة بالابديت. كاتيجوريز كنترولر، هنعرف الميثود دي جديدة public function update. الآن في نقطتين مهمات بالنسبة للأبديت ميثود. النقطة الأولى إنه الريكوست هذا اللي حيتم توجيهه للأبديت ميثود تم إرساله بطريقة البوت، بما إنه بطريقة البوت إذا هو ممكن يحتوي على ريكوست بادي، وبالتالي إحنا محتاجين نستقبل الريكوست هذا. فعشان هيك دائما أول بارامتر حيكون عندي لأي راوت معرف بطريقة البوت او البوست، زي ما حكينا احنا في البوست في الستور حكينا دائما هنستقبل في اول بارامتر الريكوست اوبجكت. هذا كلام كمان بنطبق على طريقه البوت، فاحنا اول بارامتر هنا هنستقبل فيه الريكوست اوبجكت. بعد هيك اذا كان الراوت بيحتوي على اي بارامترز، فهذه البارامترز انا ممكن امررها للميثود. فالراوت طبعا البوت طبعا برضو معرف بارامتر اسمه اي دي، اذا انا لازم او بامكاني استقبل هذا البارامتر في السكند argument. اذا اول argument دائما بيكون هو request object. بعد هيك ايش في arguments بتعتمد على هل عندي بارامترز على مستوى الراوت او لا. الستور ميثود ما كنت مستخدم اي بارامتر لانه فعليا الراوت ما كان معرف بداخله بارامترز، هاي الراوت تبع الستور. لكن الان في البوت او في الابديت الراوت معرف بارامتر اسمه اي دي، عشان هيك انا هستقبل بعد الريكوست اوبجكت هستقبل البارامتر الخاص بالاي دي. طبعا الفكره انه انا هعمل ابديت على الكاتيجوري حسب الاي دي هذا. احنا مثلا في الستور انشانا كاتيجوري جديد نيو كاتيجوري،
وأخذنا البيانات هذه وخزناها، إحنا حنعمل نفس الكود اللي هنا تقريبا، يعني هاخد نفس الكود اللي في الستور وحضيفه في الأبديت، لكن لأنه في جميل هو أنا هستقبل البيانات الآن. هل أنا هنا هل عندي ميثود اسمها بوت في الريكوست؟ لا، هي نفس البوست هتكون. طيب بس هي الفكرة الآن لو أنا عملت نفس الحركة هذه نيو كاتيجوري، فأنا فعليا هيك أنا بنشئ قاعد كاتيجوري جديد، ما بعدل على الكاتيجوري الحالي. فاللي هيختلف هنا إنه أنا بدل ما كنت أعمل نيو كاتيجوري، تمام، أنا هجيب الكاتيجوري من الأي دي اللي وصلني. فالآن الأي دي اللي تم إرساله هيرجع لي الكاتيجوري اللي أنا بدي أعمل عليه الأبديت. بعدك ببدأ أغير في القيم لهذا الكاتيجوري وبرجع أعمل سيف. فهي نفس الكود، لكن اللي اختلف إنه في النيو إحنا كنا عاملين نيو كاتيجوري، لكن في الأبديت إحنا اشتغلنا على كاتيجوري already exist موجود وبتعامل مع البيانات تبعته. طبعا بعد ما أخلص عملية الأبديت هوجه الصفحة أو هوجه المستخدم redirect لصفحة الكاتيجوريز الرئيسية. فلو رجعنا الآن طبقنا الكود، نعيد من البداية، هنحكي يلو جرين، حطيت أنا سبيس في الاسم واخترنا بيرن سمينا أكوا. فلما أجي أعمل سيف هتلاحظوا هاي الكاتيجوري أنا عدلت عليه، صار في سبيس في الاسم وهي أخذ بيرنت رقم 3. فهو نفس الكود تقريبا اللي احنا تعاملنا معه في الكرييت في الستور، ولكن اللي اختلف هو السطر هذا اللي انا فعليا بدل ما كنت انشئ نيو كاتيجوري موديل جديد، انا كنت اتعامل مع كاتيجوري already exist عندي موجود. طب لو فرضنا انه انا في الايديت، خلينا نعمل ايديت لرقم 1 زي ما حكينا، انا رحت حكي عملت اي دي مش موجود، يعني رحت حطيت في الرابط فوق اي دي لكاتيجوري مش موجود. الان ممكن تظهر لي مشاكل زي هيك. الان ايش هو المشكله اللي ظهرت عندي؟ بيحكي لي انه انت بتعمل تراينج تو جيت بروبرتي اي دي اوف نون اوبجكت، يعني انت بتحاول تتعامل مع فاريبل على انه اوبجكت وتصل لبروبرتي اسمه اي دي، ولكن هذا الفاريبل مش اوبجكت. هذا كلام صار في ملف الايديت في السطر رقم 2. لو رحنا على ملف الايديت سطر رقم 2 سطر 2 فعليا هنا صارت المشكلة. صارت المشكلة في المنطقة هذه انه انا بحاول اقرأ قيمة الاي دي من الكاتيجوري موديل، فعليا الكاتيجوري فاريبل هذا قيمته مش كاتيجوري موديل. احنا ممكن شوفنا في البداية لما عملنا دي دي وبعتنا قيمة لحق الاي دي مش موجود، رجعت للقيمة عبارة عن نال. فانا بحاول اجيب الاي دي من قيمة نال، عشان هيك بحكي لي انت بتحاول تجيب اي دي من نون اوبجكت اللي هو النال. طبعا سببها انه انا في الايديت لما عملت فايند ما فحصتش هل فعلا انا رجع لي كاتيجوري ولا رجع لي نال. فلتجنب خطأ زي هيك ممكن يصير معنا، يفترض نعمل زي فاليديشن بسيط انه نحكي if not categories، يعني الفاريبل الحادي، او ممكن نحكي if category يساوي يساوي null. ففي الحالة هذه معناته انه الاي دي اللي تم ارساله ما فيش له قيمة في الداتابيز. فعشان اتجنب اي خطأ يظهر عندي لاحقا، ممكن انا احط هنا عملية redirect of رسالة خطأ. فاحنا ممكن نعمل رسالة زي هيك، ممكن نستخدم method او function اسمها abort 404. هذه الفانكشن بترجع response اللي هو انه الصفحه المطلوبه غير موجوده. فعليا انا كانه هو طلب ريكورد مش موجود عندي، فانا ممكن اتعامل مع انه هذا الريكورد كانه صفحه مش موجوده. فما اجي احكي ابورت 404، فانا بخلي اللارافيل ترجع ريسبونس للبراوزر بالخطا 404، وطبعا بيعمل ستوب للاكسكيوشن فمش هيكمل تحت. فالان لو جيت عملت ريفرش وانا حاطط الاي دي هنا غلط، على طول اجتني رسالة 404 not found، انه انت بتطلب قاعد اي دي لكاتيجوري مش موجود. لو رجعنا لكاتيجوري من الموجودين مثلا 2، الصفحة ترجع شغالة طبيعي. الان هذا الخطوة تمام لازم كمان اعملها وين؟ في جزئية الابديت، لانه انا برضو هنا في الابديت
احتياطا ممكن يكون الاي دي المبعوث للابديت مش موجود، فما بدي اعمل ابديت على نل. فانا ممكن احمل هنا كمان نفس التشيك، او ممكن استخدم خلينا نعمل نفس التشيك هنا والاستخدام هنضبطه فوق. يعني هذا الفاليديشن ضروري دائما نفحصه، لان اذا انا ما بدي افحص دائما الخطوه هذه تمام، فانا ممكن استبدل السطر هذا بميثود من خلال الفايند. الفايند هذه ممكن لها ميثود ثانيه اسمها فايند اور فيل. الفايند اور فيل هي نفس الميثود تبعت الفايند، لكن الفرق انه هي بتفحص اذا كان الكاتيجوري مش موجود اوتوماتيك، هي حترجع الريسبونس تبع ال 404. اذا الفايند اور فيل هي نفس الفايند، لكن الاختلاف ان هي بتعمل التشيك اللي تحت. يعني فعليا الفايند اور فيل هي تمثيل للثلاث اسطر هذول، انه انا بحاول اول مره بجي بعمل فايند، اذا ما رجعش كاتيجوري بروح اعمل ابورت 404. فالفايند اور فيل بتعمل هذا الكلام ب one single statement. فلو رجعنا مره ثانيه حطينا مثلا كاتيجوري 200، هذا لاحظ انه برضه رجعت لصفحه ال 404 not found. تمام. الآن لو نرجع لخطوة الإديت، في شغلات بدنا نحكي عنها لسه. الآن إحنا الإديت اليلو جرين بيتبع للبيرنت رقم 3. البيرنت رقم 3 هو عبارة عن الكاتيجوري اللي اسمها أكوا. لما أجي أعمل إديت يفترض حقل البيرنت هذا يظهر الأكوا هي السيلكتد، يعني أول ما أدخل ألاقي كلمة أكوا ما يطلع ليش كلمة نو بيرنت. طبعا هذه معناته ان انا كمان لازم اشوف طريقة كيف بدي احدد القيمة اللي مخزنة مسبقا عشان تظهر هي في قائمة السيلكت انها تم اختيارها. هذه الشغلة بتتطلب منا انه نعدل على مستوى الاديت فورم. احنا اي اوبشن بدي اخليه هو اللي يظهر كسيلكتد تمام، كل ما علينا انه انا بروح اضيف حاجه اسمها او اتريبيوت اسمه سيلكتد. يعني عشان انا احكي انه هذا الاليمنت هو الاليمنت الحالي، فاحنا في عندنا اتريبيوت بنضيفه على مستوى الاوبشن اسمه سيلكتد. هذا الاتريبيوت تمام يفترض ما يتكررش، يعني يفترض في السيلكت الواحده اوبشن واحد فقط اللي بيحتوي على قيمه السيلكتد. الان لو تكررت سيلكتد، وطبعا هنا حيتكرر لانه انا عامل فور ايتش، فبالتالي كلمه سيلكتد حتتكرر على مستوى كل الاوبشنز. لو عملت ريفرش هتلاحظ انه جاب لي اخر كاتيجوري، لانه يعتبر اخر اوبشن سيلكتد هو فعليا الاوبشن السيلكت. انا فعليا بدي فقط الاكوا هي اللي تكون سيلكتد، لانه هي فعليا الكاتيجوري الحالي اللي انا بدي اياه. وهنا اذا سيلكتد هذه اذا لازم اطبعها داخل جمله اف ستيتمنت. طبعا الاف ستيتمنت هنا انه انا هقارن البيرنت اي دي تبع الاوبشن الحالي مع قيمة الـ parent ID للكاتيجوري نفسه اللي أنا بعمل له edit. فإذا كان الـ parent ID للكاتيجوري أنا بعمل له edit هو نفس قيمة الـ parent ID اللي أنا بعمل عليه loop حاليا، فبالتالي هعتبر هذا الـ option selected. فعشان نعمل جملة if statement هنعمل هنا at if directive تبع جملة الـ if، وهنقارن هل الـ parent ID اللي هو اللوب العنصر الحالي في اللوب يساوي الكاتيجوري اللي هو الكاتيجوري اللي انا بعمل له ايديت له حقل اسمه parent underscore id. اذا كان في اذا هم نفس العنصر، اذا انا اذا يعتبر هذا الاوبشن هو الاوبشن السيلكتد. فعشان هيك حطبع كلمه سيلكتد بعد ما خلصت بحكي له at end if. بعد التعديل عملنا ريفرش هتلاحظوا على طول هيختار لي كلمه اكوا فقط ان هي سيلكتد. لو رحنا غيرنا الاي دي لسلمون سيف، هاي صار عند البيرنت رقم 4 اللي هو سلمون. فلو رحنا عملنا اديت هنلاحظ انه جاب لي ليش البيرنت بالاي دي اللي انا بدي اياه. طيب اذا هيك احنا فعليا بنكون جهزنا الاديت. ايش ما بدي اغير؟ ممكن اغير يلو جرين كلر مثلا، هاي غيرت مرة تانية في الاسم سيف، هاي الاسم بعد التعديل.
وهيك احنا بنكون عملنا جزئية الإيديت. الآن الجزء الأخير من الكرود أوبريشنز هو عملية الديليت، لو أنا بدي أحذف كاتيجوريز من الموجودين هدول. فبدنا نجهز موضوع الديليت. موضوع الديليت معناته بتطلب مني بدي أعرف راوت مسؤول عن عملية الديليت، وبدي أعرف له أكشن أو ميثود في الكنترولر عشان تنفذ عملية الديليت. عشان نعمل ديليت فبدنا نعرف راوت جديد، Route. طبعا كمان برضه عشان هنشتغل على نفس الستاندرد، فأي عملية تمثل عملية حذف لبيانات من السيرفر فيفضل انه الريكوست هنا ينبعت بالديليت ميثود. ففي عندنا ميثود اسمها ديليت، تمام. اذا هي النوع الرابع من انواع الريكوست ميثود. احنا شفنا الجيت والبوست والبوت والان هو الديليت. طبعا الراوت انا هستخدم ادمن سلاش categories سلاش. كمان انا هنا بدي ابعت الاي دي عشان انا بدي اعرف مين العنصر انا بدي اعمل له ديليت، فحرسل الاي دي الخاص بالكاتيجوري اللي انا بدي اعمل له حذف. هذا الراوت هيتم توجيهه على الادمن categories، وبدنا نحدد شو اسم الميثود اللي هنستخدمها. فممكن يعطيها اسم، انا هستخدم اسم destroy عشان هذا لاحقا هو اللي هيستخدم بكثرة في شغلنا مع باقي الكنترولرز. فهنا جيت افترضت انه الكاتيجوريز كنترولر تبعي هيحتوي على ميثود اسمها destroy، وظيفتها تحذف العنصر من الداتابيز. خلينا نجهز الميثود هذه مباشرة. كاتيجوريز كنترولر هنعرف الوقت ميثود جديدة اسمها destroy. هذه الميثود اللي اي الريكوست اللي بيكون مبعوث بطريقه الديليت ما بيحتوي على ريكوست بودي، عشان هيك انا مش محتاج هنا احدد انه حيكون في عندي ريكوست اوبجكت. لكن هذا الراوت بيحتوي على بارامتر اسمه اي دي، عشان هيك انا هستقبل هذا البارامتر في المنطقه هذه اي دي. طبعا نفس المبدا، انا اول خطوه بدي احاول اجيب الكاتيجوري في الاول، تمام، من خلال الاي دي تبعه. فممكن اجي احكي هنا هل الكاتيجوري يساوي من الكاتيجوري موديل فايند، طبعا اور فيل احتياطا كمان للاي دي. فاحنا هيك جبنا الكاتيجوري حسب الاي دي اللي تم ارساله. وبعد هيك عشان احذف هذا الكاتيجوري فباجي احكي كاتيجوري ديليت. هيك انا بقوم بعملية حذف للكاتيجوري. الطرق الثانية عشان أحذف كاتيجوري، هذه الطريقة الأولى، تمام. خلينا نحكي مثلا هذه ميثود رقم 1. أنا أشوف بعض الطرق وشو اللي بيختلفوا عن بعض. الميثود الثانية ممكن على طول أحكي من الكاتيجوري موديل نفسه بدي أحط شرط إنه الـ ID يساوي الـ ID اللي تم إرساله. إذا هنا حطينا شرط إنه أنا بدي الكاتيجوري اللي الـ ID تبعه بيساوي الـ ID، ففعليا هنا يا حيرجع لي 1 كاتيجوري لانه بالبرايمر كي او مش حيرجع لي شيء. وبدل ما احكي له جيت ممكن احكي له ديليت. يعني بدل ما اعمل جيت للكاتيجوريز بعد هيك احذفها، لا انا ممكن مباشره انفذ جمله الديليت بون لاين. فانا هنا حطينا شرط انه اعمل لي حذف، تمام، حسب الشرط هذا. الشرط هذا انا حكي له الاي دي يساوي الاي دي، فاكيد انا هحذف عنصر واحد فقط اللي هو الكاتيجوري اللي هذا الاي دي له. هذه الميثود رقم 2. الطريقة الثالثة هي طريقة شبيهة بالميثود رقم 2 ولكن مختصرة شوية. ممكن نيجي نحكي category destroy وببعث له الـ ID، تمام. فcategory destroy ببعث له الـ ID، نفس الفكرة هي هتروح تعمل زي جملة زي هيك. يعني فعليا category destroy هي داخليا هتنفذ جملة شبيهة بالميثود رقم 2. فأي طريقة من الثلاث طرق هذه بتسمح لي إني أحذف كاتيجوري. هنا فعليا إحنا عملنا تو ستيتمنت على الداتابيز، عملنا جملة استعلام في الأول جبنا منها الكاتيجوري، وبعد هيك رحنا عملنا جملة حذف. الطريقتين اللي تحت إحنا هيك عملنا جملة حذف مباشرة، يعني عملنا وان ستيتمنت على الداتابيز
فلو انا بتكلم من ناحية performance مين الافضل، هتكلم انه الميثود 2 او الميثود رقم 3 هم الافضل من الميثود رقم 1، لان انا عملت عملية واحدة على الداتابيز مش عمليتين، مش استعلام بعدين حذف، تمام. فبغض النظر اي طريقة هتستخدمه، مرات في بعض الاحيان معني استخدم الطريقة اللي فوق، لان انا مثلا بدي بعد ما احذف العنصر بدي مثلا احصل على، ما اكون بدي اكون انا عارف شو العنصر اللي حذفته واخذ بعض البيانات منه قبل ما احذف العنصر هذا من الداتابيز، مش معني باي بيانات من العنصر قبل ما احذفه، فانا ممكن استخدم على طول ميثود رقم 2 او الطريقة الثالثة. والوضع الطبيعي بعد ما اخلص بدي اعمل اعادة توجيه للريكوست تبعي من الديليت للصفحة الرئيسية. فخلينا نعتمد الطريقة الثالثة مبدئيا، فأنا حوقف الطرق هذه، هنضل على واحدة منهم فقط هي الديستروي، وبس نحذف الكاتيجوري بدي أروح أوجه المستخدم مرة ثانية للصفحة الرئيسية. جهزنا الراوت، جهزنا الأكشن، الآن بدنا نربط الأكشن هذا في ملف ريفيو. هل هعمل ملف ريفيو للحذف؟ لا، أنا فعليا بدي أضيف زر جنب الايديت هنا اسمه ديليت، لما اضغط عليه حيتم توجيه الريكوست للاكشن تبع الديستروي. فعشان هيك هروح على ملف الاندكس، وهي زر الايديت بدنا نعمل جنبه او في مكان ما الحذف، فخلينا اعمله جوا تي دي جديده. طبعا لانه هنا الريكوست مش بطريقه الجيت، فما بينفع اعمل الديليت كلينك، يعني ما بزبط اعمل لينك زي هيك لعمليه الحذف، لانه اللينك بيرسل او بتعامل مع الراوت اللي بداخله بطريقه الجيت. انا فعليا الريكوست تبع الديليت معرف بطريقه الديليت، فعشان انا ابعت ريكوست بطريقه الديليت انا محتاج لفورم في المنطقة هذه. طبعا عشان انا اتجنب هنعمل TH4 في الترويسة، لان كل سبان عندنا صار يعمل سبان 8. نيجي هنا المنطقة هذه عشان اعمل ديليت، انا ما ينفع زي ما حكينا اعملها في لينك، انا محتاج اعرفها داخل فور، عشان هيك هنعمل هنا فور بطريقة البوست. الاكشن حيروح على الاكشن تبع الديليت، يعني هنحط هنا داخل الاكشن الراوت الخاص بالديليت اللي هو نفس الشكل هذا، وطبعا هنستبدل الاي دي بالقيمه الفعليه اللي هي الكاتيجوري اي دي. الميثود حيضلها زي ما هي مثل بوست، لان حكينا زي ما حكينا في الابديت ما فيش عندنا طريقه غير الجيت والبوست. الان هنا بدنا نيجي لموضوع السي اس ار اف توكن، لازم اضيفه دائما، لانه اي حكينا اي ريكوست له بيعمل تغيير على الداتابيز زي الابديت والكريت والديليت، فاللارافيل دائما بتتوقع مني اني اكون مرسل معه التوكن فيلد، فاستخدمنا السي اس ار اف توكن فيلد باستخدام الدايركتيف تبع الات سي اس ار اف. الشغلة الثانية، هذا الريكوست لازم ينبعت بطريقة الديليت مش بطريقة البوست، راح نستخدم هنا الميثود سبوفينج من خلال الدايركتيف تبع الميثود، بس بدل ما نحط هنا بوت حنحط الميثود حتكون ديليت. احنا في الايديت حكينا انه هنا الميثود حتكون بوت، لان انا بدي احول الريكوست من بوست لبوت، وهنا انا بدي احول الريكوست من بوست لديليت عشان انا بدي اعمل عملية حذف. هذا الفورم مش محتاج بداخله أي body، بس أنا هعمل هنا الزر عشان يمثل زر الحذف، فبدي أعمل هنا button submit، نكتب جواه كلمة delete، وهنعمل هنا class the button مع button small مع button dash outline dash danger عشان ياخد اللون الأحمر. لو فتحنا الصفحة الآن هي زر الحذف. طبعا لو احنا ما عملناش موضوع الديليت، تمام، لو انا نسيت اعمل موضوع السبوفينج للديليت وحاولت اعمل حذف لاي عنصر مثلا زي العنصر السبورتس الاخير، تمام، اوكي، هو انا كنت فاتحها قبل ما احذف السبوفينج فهو فعليا حذفه، بس لو انا رجعت على الخطأ اللي كنا عاملينه اعطاني نفس الرسالة the post method is not supported for this route، السبورتد ميثود اما جيت او بوت او ديليت صارت من ضمنها، لانه فعليا هذا الراوت
شكله موجود في نفس الراوت، هاي ثلاثة راوت نفس الشكل، بس واحد بالجيت والتاني بالبوت والتالت بالديليت. عشان هيك موضوع الميثود سبوفينج اللي احنا بنضيفه مهم جدا عشان اوضح العملية هذه. طبعا اذا لاحظتوا انه انا فعليا اول مرة انحذف، فلو انا حذفت كمان مرة لنيوز، تمام، حذف، هي اختفت من تحت. طب الكاتيجوري رقم 2 بيتبع للكاتيجوري رقم 4، فلو انا جيت حذفت الكاتيجوري رقم 4 ايش حيصير؟ طبعا هذا احنا تكلمنا عنها في موضوع الفورين كيز، انه لما اجي احذف البيرنت هل انا بدي احذف الابناء معه، ولا بدي امنع عملية الحذف، ولا بدي الغي البيرنت هذا من الابن، فبحذف الاب والابن بضل زي ما هو، بس بصير البيرنت هنا قيمته نل. احنا الاوبشن اللي اخترناه انه حيصير قيمه البيرنت هذا نل، ففعليا بمجرد ما احذف الان الكاتيجوري رقم 4 اللي هو السلمون، هلاحظ انه الكاتيجوري رقم 2 صار البيرنت تبعه نل، ملوش اي بيرنت حسب السيناريو اللي احنا اخترناه لما انشانا ملف الميجريشن وحددنا الفورين كيز. هاي الكاتيجوري رقم 2 ضل موجود، ولاحظوا انه البيرنت هنا صار قيمته نل، وهذا معنى نل اون ديليت اللي احنا عملناها في ملف الميجريشن عشان نذكركم فيها. فلو رجعنا على الداتابيزز فولدر عن الداتابيز ميجريشنز، لما انشأنا الكاتيجوري، تمام، حكينا احنا البيرنت اي دي لما احذفه، تمام، null on delete، يعني احطه null في حالة تم حذف البيرنت او الحق اي الريفرنس تبع هذا البيرنت. لو كنا ما حطيناش هذا الاوبشن كان حيعطيني ايرور انه انت بتحاول تحذف كاتيجوري له ابناء، ولو كنا عاملين كاسكيد اون ديليت كان اوتوماتيك حذف لي هذا البيرنت والابن تبعه في نفس الوقت. فهيك انا فعليا بكون جهزت برضو الطريقه الثالثه او الاوبشن الرابع في عمليه الحذف اللي هو جزئية الديليت. فهيك احنا صار عندنا تقريبا الاربع عمليات الاساسية جاهزين. بدنا نعمل بعض التحسينات على الكود اللي عملناه. فمن ضمن الشغلات احنا دائما بدنا ناخد في عين الاعتبار موضوع انه نتجنب التكرار في الكود يعني قدر الامكان. فمثلا من الامور اللي احنا صارت معانا الان الكرييت فورم والاديت فورم تقريبا شبه بعض، يعني الحقل انا بعرضه في الكرييت، انا عندي حقل للنيم وعندي حقل للبيرنت. لو انا مثلا عندي كمان حقل اضافي في نفس الوقت، انا هذا الحقل حيكون موجود في الفورم وحيكون موجود في الاديت. فبدل ما انا اكون مره لو بدي اضيف حقل جديد او بدي اعدل على حقل موجود، اعدل في صفحة الكرييت وكمان اعدل كمان مرة في صفحة الاديت، فانا ممكن الجزء المشترك هذا احطه في ملف مشترك واستدعي هذا الملف. وهنا عشان نتعرف كيف احنا ممكن نعمل ملف في الفيوز ونستدعي هذا الملف في المكانين. الجزء المشترك تقريبا في الملفين هي جزئية البيانات، يعني زي الحقل تبع النيم والحقل تبع البيرنت، هذا موجود في الـ create في الـ edit، وموجود شبهه بالضبط في الـ edit أو في الـ create. فلو أنا أخذت الجزء هذا مع زر السيف كمان، لو بدنا ناخذ السيف نعتبره برضه من الجزء المتكرر، تمام، لو أنا بدي أغير الليبل ممكن نعتبره مش متكرر، ولكن لو انا اخذت البيانات هذه كلها شلتهم من الاديت وححذفهم كمان لانهم مكررين من الكرييت، فصار انا عندي الكرييت هاي شكله وهي شكل الاديت. الان اللي هنعمله هنعمل فايل اضافي في ملفات الفيوز، انا هنشئه طبعا داخل نفس مجلد الكاتيجوريز، هعمل نيو فايل هسميه new file هسميه underscore form.
الان طبعا دوت ريبلاي دوت بي اتش بي. ليش انا سميته اندر سكور فورم؟ انا كطريقه من طرق التسميه اللي انا بتبعها، الملفات الداخليه تمام انا بحط لها بريفكس اندر سكور بس عشان اميز انه هذا الملف مش هيتم استدعائه مباشره من الكنترولر، هذا عباره عن زي ملف داخلي انا بدي استدعيه داخل ملفات الفيوز. نخلص النقطه هذه وحناخد بريك تمام. فهنا انشأت فايل سميته underscore form بهدف انه هذا الفايل هحط فيه الكود المشترك اللي هو الكود تبع الفور بالشكل هذا تمام. وبعد هيك في ملف الكرييت بدي استدعي هذا الملف، وفي ملف الايديت كمان هستدعي هذا الملف عشان انا اعمل انكلود لملف فيو داخل ملف فيو تاني. فكل ما علي بستخدم دايركتيف اسمه انكلود. الانكلود دايركتيف بيسمح لي اعمل انكلود لملف فيو داخل ملف فيو تاني. انا موجود في ملف الكرييت بدي اعمل انكلود لملف الاندرسكور فورم اللي انشاته. طبعا في الانكلود دائما هنستخدم نفس الاستراتيجيه في الوصول لاي ملف. طبعا هنبدا دائما من مجلد الفيوز الرئيسي، مش يعني مش هنشتغلش ريلاتيف حسب انا وين موجود حاليا، لا دائما بنكتب المسار بناء على مجلد الفيوز الرئيسي. فانا عشان اصل لملف الاندرسكور فورم بدي اجي احكي ادمن dot categories dot underscore form. نفس الكلام حعمل include في ملف الإديت نفس الطريقة. طبعا ليش انا ما اخذتش الفورم كله حطيته في الـ underscore form؟ لانه فعليا الـ create له اكشن مختلف، الستور لها اكشن مختلف، يعني الكرييت بتروح على راوت مختلف والاديت بتروح على راوت تاني مختلف. الاديت محتاجه مثلا للات ميثود بوت، الكرييت مش محتاج للات ميثود بوت. عشان هيك انا الجزء اللي مش بتكررش خليته في الملف الرئيسي، والجزء المتكرر وثابت حطيته في ملف، وهذا الملف استدعيته في المكانين. فهيك انا فعليا لو بدي اعدل على الفورم بعدل فقط في ملف الفورم، وهيك هذا التعديل هيتطبق على الكرييت وهيتطبق كمان على الابديت. طيب احنا طبعا بمجرد ما يفصل الميتنج هناخد بريك على طول، يعني معنا احنا 10 دقائق، معنا 10 دقائق هيفصل الميتنج هناخد بريك، وبعد البريك بنرجع كالعاده. بس خلينا نشوف التعديل اللي احنا عملناه الان. لو انا رجعت عملت اديت هلاحظ انه الاديت شغال طبيعي، فيش عندي مشكله حتى بعد التعديل اللي احنا عملناه. بس بحكي لي هنا انا عندي خطا املائي، انا مسمي الملف فورم وكتبته هنا underscore from بالضبط، عشان هيك اعطاني هذا الايرور. فهذا طبعا الخطا الاملائي على طول، يعني ما يطلقوا رساله انه ملف مش موجود، تاكدوا انه انتم كاتبين الاسم صح، وانا هنا كاتبه غلط بطبيعه الحال. ريفرش مره ثانيه هي جاب لي نفس البيانات. لو عملنا تعديل زي هيك صاروا بيطبعوا لبعض. هذه قصة الرقم الاثنين هنحلها لاحقا، انه نعرض الاسم مش الرقم. لو عملنا ايديت كمان لحقل تاني وخلينا يطبع لكذا تمام، هاي التعديل كله شغال. طب نرجع نشوف الكرييت شغال ولا صار في مشاكل. الكرييت صار في مشاكل، الكرييت صار يحكي لي انه انت undefined variable category في ملف الفور. طبعا واضح المشكلة وين. المشكلة كالتالي، احنا في الايديت في ملف الفور احنا مستخدمين variable اسمه category. هذا الفاريبل لما اكون انا شغال في صفحة الايديت موجود لانه تم تمريره من الكنترولر، وبالتالي اي variable بتمرر للملف الرئيسي الملف الصب او الفرعي بيشوفه كمان. الآن في الكرييت أنا مستدعي الفورم، هذا الفورم بستخدم فاريبل اسمه كاتيجوري وأنا مش ممرره لا من الكنترولر، يعني فعليا في الكرييت أنا مش ممرر فاريبل اسمه كاتيجوري. طب شو الحل؟ أنا فعليا في الكرييت ما بيلزمني كاتيجوري، ولكن اللي بقيت بما إنه صار عندي توحيد للبيانات ففي عندي حلين، إما إنه بصير أحط زي جملة إف ستيتمنت، إذا في عندي كاتيجوري اطبع النيم، فيش عندي كاتيجوري ما تطبعش النيم، وهذا مش منطقي كتير. فالحل اللي أنا ممكن أعمله انه انا ممكن امرر الكاتيجوري من هنا، يعني انا في جزئية الكريت حمرر الكاتيجوري
وطبعا انا في الكرييت ما عنديش كاتيجوري بقيم مسبقه، فانا ممكن هنا ابعت نيو كاتيجوري، يعني ابرر كاتيجوري فاضي، وبالتالي لما اجي احكي له كاتيجوري اي دي او كاتيجوري نيم مش هيطبع لي حاجه، لانه هذا موديل فاضي فيش فيه اي داتا. بس في نفس الوقت انا حليت المشكله انه انا بحاول اتعامل مع فاريبل اسمه كاتيجوري وهذا الفاريبل مش موجود. فالان لو عملنا ريفرش للكرييت رجعت الصفحه اشتغلت طبيعي، ولاحظوا ما فيش عندي اي قيمه في النيم. من الطرق الثانيه انا ممكن ما مررش بها، طبعا هذا هو الطريق الصح، لكن انا ممكن لاحظ انا جيت انا وقفتها، وقفت التمرير تبع الكاتيجوري من هنا، فبالتالي حيرجع الخطأ زي ما كان. لكن كتوضيح انه انا ممكن اثناء ما بعمل انكلود لاي ملف ممكن امرر له قيم، يعني زي جزئيه الفيو، فانا ممكن ابعت اري اثناء ما بعمل انكلود لاي ملف، ممكن ابعت اري بتحتوي على القيم اللي بدي امررها لهذا الملف. فانا ممكن اجي اعمل هنا امرر فاريبل اسمه كاتيجوري وبدي احط فيه قيم، بس يفترض ان ابعت له هنا اوبجكت، فطبعا هعمل نيو من الاب مودلز. طبعا ليش كتبت الاسم كامل؟ لانه فعليا الكلاس تبعنا اللي اسمه كاتيجوري موجود في هذا النيم سبيس، فما بينفع احكي نيو كاتيجوري لانه هيك حيعتبر انه هذا الكاتيجوري جاي من الجلوبال نيم سبيس. لا، احنا الكاتيجوري موجود في نيم سبيس فرعي اسمه اب مودلز، عشان هيك لازم اكتب الاسم كامل للكلاس، لانه كما عارف ملف فيو ما بينفعش اعمل هنا جمله يوز. طبعا هذه حتحل المشكله برضه، برجع اشتغل. بس هنا طبعا لاني بعمل اوبجكت تمام، فمش منطقي اعمل اوبجكت في ملف فيو. فالطريقه الصح انا هتركها بس كريفرنس، انا وقفتها طبعا هيك مش كومنت يعتبر، فمبدئيا هحذفها تمام. بدل لكن احنا كتوضيح انه انا ممكن وانا بعمل انكلود لاي ملف ابعت له اي قيم انا اضافيه بدي اياها لهذا الملف، هذه النقطه انا كنت بدي اوضحها. لكن انا حبعت قيمه الكاتيجوري من الكنترولر نفسه زي ما كنت عامل عشان نتجنب الخطا اللي صار تمام. خلينا نجرب، نرجع نضيف كاتيجوري اسمه نيوز مش تابع لاشي، سيف، هي انشال الكاتيجوري بتاريخ اليوم. تمام، فهذه هي العمليات اللي بدنا نعملها. موضوع معلومات إضافية زي موضوع الميثود سبوفينج وضحنا شو فكرتها، انه انا عادة في الفورم ما عنديش الا جيت او بوست، فانا لو بدي احول الفورم تبعي لطريقة تانية غير الجيت والبوست بنلجأ لموضوع الميثود سبوفينج اللي هو فعليا بنشئ له حقل مخفي. خلينا بس نوضح لكم شكل الميثود هذه مرة تانية، input type hidden، طبعا النيم هنا لازم يكون اسمه underscore method، هذا اشي تمام ثابت، والفاليو هتحتوي على القيمة مثلا bot او delete على سبيل المثال. فالاد ميثود bot هتنشئ لي هذا الكود، فبدل ما انا اكتبه دائما ممكن استغل الاختصار اللي وفرت لي البليت تمبليت عشان تنشئ لي هذا الحقل المخفي. هنتكلم لاحقا على موضوع بعد البريك، هنتكلم على بعض الامور المتعلقة بالفاليديشن، لان احنا بنعمل قاعدين انه انا ممكن لو حاولت انشئ كاتيجوري بدون ما ابعت قيمة، يعني تركت القيم فاضية وعملت سيف، شو الخطأ اللي حيصير معي؟ أعطاني رسالة Integrity Constraint Violation، الكولوم نيم كانت بـ null، لأنه فعليا أنا قعدت حاولت أخزن قيمة null في الحقل تبع النيم، لأنه هذه العملية صارت كالتالي: في الـ Request في الـ Store أنا حطيت في الكاتيجوري نيم قلت له هات لي قيمة الـ Request Post لحقل النيم، طبعا حقل النيم فاضي، فأنا فعليا زي كأني بدي أحاول أخزن null في النيم. طبعا إحنا لما عرفنا ملف الـ Migration للـ Categories حكينا انه حقل النيم ممنوع يكون قيمته نل، وبالتالي اعطاني هذا الخطأ. طبعا هذا الخطأ سببه انه انا ما عملتش تشيك على البيانات اللي وصلتني، وهنا بنيجي نتكلم على موضوع الفاليديشنز للريكوست، عشان لما بدي اظهر رسالة ليوزر ما بدي تظهر رسالة زي هيك للمستخدم فيها خطأ بالشكل هذا، لا بدي اطلع رسالة توضيحية للمستخدم انه انت في عندك خطأ، مثلا انه انت ناسي تعبي الحقل الخاص بالنيم.
فهذا الكلام كله حنحكي بعد البريك. الآن إذا عندكم أي سؤال أو استفسار قبل ما نطلع البريك.